بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نمسح على 804 في سيري طروا. على 804 غادي نشوفو اون نوفيل ميثود اللي هي ميثود دي ترابيز اي لا ميثود دو سامسون. الو غادي ندير واحد لانتروديكسيون بسيطة على الميثود ترابيز و سامسون و نبداو نحلو في التمرين ديالنا. الو نبداو بسامسون. بالنسبة للميثود ديال سامسون و الميثود ديال الترابيز، خلاصة الوظيفة ديالها كتحسب لك الانتقرال. صافي، هادي هي الوظيفة ديالها، خلاصة. فهمتوني؟ ارور. بما اننا عرفنا الدور ديالها، نشوفو كيفاش غادي نديرو نحسبو بيها الانتقرال. لا ميثود سامسون، لا ميثود سامسون عندها بدا لا غيك ديالها ولا لا فورمي ديالها هي هادي. ا اللي هو الانتقرال، مثلا كانت هادي هي الفونكسيون تساوي ا، يعني ا هو الانتقرال ديال اش على 3. هاد اش هذا دابا نقول لكم شنو هو، اللي هو الخطوة ديال الانتقال في المجال. غادي نوريه لكم. اش على 3 عامل كبير اف اكس 0 بلس 4 في اف لي اكس اي الامبير. غادي نشرح لكم هادشي. بلس جوج في لا صوم ديال اف لي اكس اي البير بلس la xn هي la dernière point في la dernière point في l'intervalle ديالنا. بما la dernière point اللي هي l'intervalle هذا هو 3 و la première point في l'intervalle ديالنا اللي هو هذا هي 0. فهمتوني؟ و f ل x 0 يعني كتحسب f ل 0 و هنا كتحسب f ل 3، و هادو لي point impair و هادي point pair. الوغ ما كنهتموش بالهضرة الخاوية، حنا خصنا المثال باش داكشي يولي واضح. او هاد اكزومبل ديالنا، خدينا واحد لانتيغرال ساهل اللي هو اكس دي اكس من زيرو لتلاتة. بطبيعة الحال لانتيغرال كلشي كيعرف يحسبو، اللي هي اكس كاري على جوج الدالة الأصلية تلاتة زيرو ايكال تسعة على جوج ايكال 4.5 ايكال. المهم لقينا القيمة ديال لانتيغرال ديالنا 4.5 بطريقة عادية. دابا اجي نحسبوها بالميثود سامسون، نشوف واش تخرج لنا نفس النتيجه ولا ما تخرج لناش. ابليكون لا ميثود دو سامسون ميتون افيك اش ايغال 0.5. اول خطوه كديرها ملي كتبغي تطبق ميثود سامسون هي كتصايب الانترفال ديالك من 0 حتى 3. شفتو؟ ا 0 ا 3. هاد الانترفال هذا كتشدو كتقسمو على حساب اش اللي عطاوك. ها اش مثلا افترضوا هي 0.5، كتجيك دير 0 تبقى غادي وانت كتزيد في 10 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3. بطبيعة الحال انت خصك تعرف اين اكس في كل منطقة. مثلا هاد 0 هي اكس 0، هادي اكس 1، هادي اكس 2، هادي اكس 3، اكس 4، اكس 5. علاش كدير العملية هادي؟ باش تحدد فين هي النقطة البير والامبير، واش غادي تضربها في 4 ولا غادي تضربها في 2. مثلا هنايا 1 امبير، الو غادي تضربها في 4. مثلا هنايا اكس 2 2 بير، الو غادي تضربها في 2. كذلك اكس 3 امبير، غادي تضربها في 4، وهكذا. والنقطة ديال البداية والنهاية ما كتضربهم في حتى حاجة، كيبقاو طبيعيين. الو فهمنا النقطة هادي، ندوزو. الو كنطبقو لا فورمولا ديالنا باش نحسبو الانتيغرام. ا ايغال ا ايغال 0.5 سير طروة، الطروة هادي راها كونستون في جميع الحالات. 0.5 اش لي كتبدل عامل لي زيرو. هاد زيرو هادي من جبتها، لاحظو معايا اكس زيرو تساوي زيرو، يعني هنا اف اكس زيرو كتشد كتشد هاد اكس زيرو ديالك اللي هي زيرو، كتجي كتحسب اف ديال زيرو اللي هي هادي. بطبيعة الحال اف ديال اكس شحال كتساوي لنا اللي هي اكس. حسب لي اف زيرو شحال تساوي زيرو، كتجي كتحطها هنايا. الور حلينا هاد العنصر الاول اللي هو هذا. اجي نشوفو في ربعة دابا. ربعة مضروبة في فلاسوم ديال لي نومبر امبير، يعني في لي بوان امبير. اكس ان سي نومبر امبير، سي ان نومبر امبير. الو اجي نحسبو صفر. بعدا اول حاجه نجيو نحسبو اف ديال 0.5 شحال غادي تجينا. 0.5
الوغ اضرب 4 في 0.5 بليز اكس 2 ايكال 1 غادي يضرب بما ان 2 بير الوغ غادي يضربها في 2 جوج واحد زائد 4 في 1.5 زائد 2 جوج زائد 4 في 2.5 الى ان توصل في الاخر للثلاثة. غادي تلحق النقطة الأخيرة اللي هي هادي ما كنضربوها في حتى حاجة كما كتلاحظوا كتبقى عادية، و إلا كانت إكس بير ولا أمبير كل وحدة كنضربوها في ديالها 4 أمبير وهادي بير، وفي الأخير كتشد الكالكيلاتريس ديالك كتكتب هادشي كامل في الكالكيلاتريس كتحسبو وكتخرج النتيجة ديالك وخرج لنا نفس النتيجة. ألوغ الميثود خدامة مزيان، وهادي هي الميثود ديال سامسونج جوست علاقة كنطبقوها كنقسمو الانترفال ديالنا لي بوا امبير ضرب في 4 بطبيعة الحال كلشي كتحسب له اف لي اكس ديالو، لي بوا امبير ضرب في 2 وهانت ساليتي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.